سؤال: زوجي منعني من اني اكلم اهلي نهائي، هل علي ذنب؟ ولو عملت عمرة هل ستقبل وكده اكون عاقة؟ كلميهم من غير ما هو يعرف، مش لازم تتحديه وتقول انا هكلمهم واعلم في خيلك اركبه. كلميهم وديهم في المناسبات لغاية لما الازمة دي تنحل بينك بينهم وبينه. وفي كثير من الاحيان بتبقى خلاف وجهات النظر مؤقت، فانت صليهم زي ما بقولك بشكل ما فيهوش تحدي ليه، وفي نفس الوقت اسعي وفي جهر بذلك، وفي نفس الوقت اسعي لاصلاح ذات البين ما بينهم، واعملي العمره مش هتكوني عاقه ان شاء الله.